مرحبا بكم في فلوج جديد. كنتمنى انكم تكونوا مزيان. كنتو دابا عاد خرجت سالي القرايه وراجل الضح كتشوفوني مكبط هكا حيت اليوم انا ناقص 35. ما غاديش نفلوكي الزنقه غير بس الفيديو واش غادي نمشي للدار ومن بعد وفي الدار غادي نعاود لكم القصه ديالي النهار الاول ديالي في روسيا شنو وقع لي. المهم كنموت بالبرد نرجعوا للتدفئه. الايام اللي قبل ما كنتش كندير الفلوغات حيت كانت برد من هكا ما كنتش كنخرج من الدار حيت كانت الويكاند ما كنتش كنمشي للقرايه تخشي في الدار. اوه البرد كنت معنا رجعت للدار. كيف ما وعدتكم اليوم غيكونش فلوغ برا الزنقه فغادي نعاود لكم كيفاش تجيت لروسيا والمواقف اللي طحت فيهم مضحكه مواقف طريفه هذيك. ف غنبدا لكم مطار في المغرب. انا نهار 19 في شهر 6 ديال 2015 مشيت اسيدي لمطار كازا بحال فحال اي واحد باش غادي نقطع باش ماشي نقطع المهم باش غادي نمشي لروسيا. المهم فاش وصلت المطار في البلاصه ديال كيقول لهم في ديك البلاصه مكتعطي الباكاج ديالك كانت واحد البنت تما خدام فهو في المعتاد اللي كيعرف اي واحد خصك كتعطيها غير باسبور ديالك وديك الورقه اللي كيعطوك هي فحال ديك باش عاد كتشدك ديك الاخر. المهم عطيت ديك الورقه عطيتها الباسبور قالت لي فين ماشي قلت لها ماشي لروسيا علاش ماشي نقرا وهي اصلا الاسئله ما خصهاش كتسول حيت هي كتشوف كتشد عندي الباكاج وشحال فيهم كيلو كيدوز كتشوف في الورقه سميتي وداكشي كطابي في بيسي باش كتعطيني التيكي ديالي باش غندوز صافي ديك الساعه كندوز البلاصه ديال الديوانه فين كاينين البوليس باش غادي ندوز للزون انترناشونال. ولكن هي بغات تعقد ليا تما وانا بزاف صحابي قال لك في مطار كازا كيوقع لهم كاين اللي كاع ردوهم كاين بزاف شحال غير هذوك اللي كيكونوا خدامين تما حتى ديك هذيك كتكون خدامين مع شركه الطيران كتكون تابعه لك شركه الطيران اللي كتكون كطير معاها. المهم علينا عطيتها الورقه سول دوك الاسئله فين ماشي تهضر علاش ماشي نقرا فين غتجلس وهي ما عندهاش الحق تسول فين غادي نجلس بطبيعه الحال ماشي نقرا نكون في سكن جامعي ديال مدارس قالت لك خصك تعطيني ورقه فين غادي تجلس كي باش انا ما شادش اوتيل باش نعطيك ورقه وانا ما ماشيش السياحه انا ماشي باش نقرا وفي الواتساب اللي كندفع الفيزا اصلا الفيزا ما طلبوش ليا داكشي انت غادي تطلبي ليا قلت لك السيدي بدات كتعقد باغا ما واقيلا رمضان والليل حيت كان في رمضان واقيلا الليل ترمضينا فيها شي حاجه. المهم داز السمانة قلت لك اسيدي جبد لي ديك الدعوة لانفيتاسيون اللي صيفطت لك الجامعة جبت لها لانفيتاسيون كاملة بالروسية حتى سميتي مكتوب بروتي كلشي مكتوب لي قالت لي شمن اللغة هذيك قلت لها الروسية قلت لها انا ما فهمتهاش قلت لها فهمتي بغيتي لانفيتاسيون عطيتك لانفيتاسيون. واحد من العائلة شاف داك الشيء جا قال لها كيفاش كاين انت ماشي شغلك ما خصكيش ديري داك الشيء فهمتي تبتها حتى انا ما كنتش عارف صراحة ما كنتش عارف راه هذيك ماشي شغلها حتى انا بقيت تابع معاه فهمتي نهار أول مرة غتسافر ما عارفش داك الشيء اللي كاين. المهم دزنا عند البوليس معانا درت لي هذيك خطنا تات لي داك الشيء كامل في ديك البلاصه قلت زعما البوليس غيكونوا معقدين كثر. فاش مشيت عند البوليس بالعكس سولوني الله يوفق طبع لي في الباسبور بلي راه خرجت وداك الشيء دزت للبلاصه الانترناسيونال جالس فيها كنت داير المهم جالس كونيكتي بالواي فاي واخا هو ماشي واي فاي داك اللي عندنا في داك المطار. المهم جالس كيبان لي واحد خونا شتو هكا كنقول اه واش هو حتى انا كيعجبوني كنتصنت ليه بزاف اقدر صحابي دابا من قلت كنتصنت لي غيعرفوني الا كنهضر. المهم مشيت عندو شتو هكا كنقول لي اه قلت لي واش انت احمد سلطان قال لي اه. المهم تلاقي هضرت معاه قال لي فين ماجي قلت لي ماشي نقرا في روسيا قال لي انا عندي واحد صاحبي كيقرا في روسيا في موسكو كيقرا وقيلا الفارماسي ولا شي حاجه نسيت مابقيتش عارف. المهم في الدومين ديال الطب من بعد كانت معاه واحد خطنا حيت هو كان ماشي للكاميرون ماشي كاميرون كان قال لي ماشي لكانا باش يصور فيديو كليب ديالو مع واحد العزيار كان دار مع واحد الفيديو كليب صافي ديك الساعه تصورت معاه صراحه كان ضريف بزاف وداك الشيء. المهم مشيت طلعت الطياره طرت كل شيء عادي نزلت في روما لقيت في روما وقيلا شي 5 سوايع على 6 سوايع من بعد وصلت لموسكو كنظن وصلت بالتوقيت ديال موسكو مع ديك الثلاثه مشيت للبلاصه ديال الباكاج كنستناو الباكاج باش ينزل تعطل علينا قريت في ديك الشاشه بان راه غيتعطل الساعه جالس تما حتى كيجي عنده واحد الروسي كان معايا قال لي انا الشوكه معايا كان جالس بيني وبينه فهمتي بيني وبينه صف واحد كان وراي الله قال لي كنت معايا في الطياره داكشي قال لي واش الباكاج تعطل شك انت ما عندكش باكاج قلت لي راه كتبوا لي في الشاشه بلي راه غيتعطل واقيلا الساعه ديال المكانه. المهم شدينا الباكاج وداكشي انا كنت عاد جاي روسيا انا كنت كنتوقع بان الروس كيهضروا لونجلي يعني ما غنلقى الصعوبه باش غنشري تيكي حيت انا ما كانش عندي في موسكو خصني نمشي للمدينه اللي ساكن فيها دابا انا كنقرا فيها هي كاتيرينبور مشيت كنضرب مع بنادم بونجلي ما كيعرفش واحد يضرب بونجلي قبل ما يجي عندك خوني سوني فكنت فهمتي حائر كتجالس تما كنقول نشد الباكاج كيفاش غندير نقطع التيكي باش نمشي كلشي كيضرب بالروسي كلشي تخيل معايا انت في مطار انترناشونال كتعتبر من اكبر المطارات في اوروبا وتا شي واحد قليل فين كتلقاو ديك لونجلي فهمت ديك لونجلي يعني راه كيتقاتل معاك باش يفهم فسبحان الله نزل عليا داك خونا من الجنه والناس
جاك المهم بدا كيدار معايا، لقيتو حتى هو فهاد الشيء الدومين ديال يوتيوب، حتى هو يوتيوبرز كيدير بودكاست وكيدير فلوغ، وعاد خدام فواحد الجريده مصور فشي جريده. المهم من بعد بدا كيسولني اش جاي دير هنا، قلت له راه جاي نقرا، قال لي فين ماشي، قلت له كتهم، قال لي او ديك المدينه بارده بزاف، مشيت ليها راه كتوصل فيها درجه الحراره ناقص 40. دابا عاد فهمت ديك الهضره كان كيقول. من بعد سولني قال لي واش حيت فهمتي، شافني ما قاليش كضرب روسي، قلت له ما كنضربش، قال لي بلي غتلقى مشاكل بزاف باش حيت فهم بلي راه انا باقي ما شاريش التيكي ديال ما بين موسكو وكاتيم وداكشي. فقال لي نعاونك، انا قال لي نعاونك. في الاول تفاجات بطبيعه الحال، تفاجات بزاف، حيت انا فاش كنت اصلا فاش كنت جيت لموسكو بزاف من موسكو يا ربي، فاش كنت جيت لروسيا بزاف من العائله ديالو كانوا معارضين هذه الفكره ديال روسيا، كيقول لك الروس صعابين عنصريين يضربوك، ما صعابين يتلاقاو لك في الطريق تلوك فيهم العصابات تاتا، المهم الهضره بزاف. فانا تفاجئ وفهمتي، كنت ديرت انا ديك كنت دير الحضر ديالي مع اني توقع شعر، ولكن فاش كيجي عندك هو وعاونني مشى معايا قطعت بي ديال الطياره، قال لي لابغي تمشي معاك دور تشوف موسكو وداكشي. انا صراحه كنت مهلوك وعيان ورمضان والصيام داكشي، باغي غير نمشي لديك المدينه هنا ونرتاح. فقلت ليه بلاش حتى المره اخرى الا جيت لموسكو ان شاء الله نتلاقى. المهم مشى معايا حيت موسكو فيها ثلاثه المطارات، وهذا العام تفتح المطار الرابع. المهم ديك الساعه فاش كنت انا كان ثلاثه المطار، انا كنت في المطار الكبير وكان خصني نمشي لواحد المطار صغير، ديك السميه معقده ما عرفتش نقول لكم. المهم كنت غنمشي لذاك المطار الصغير باش غادي نشد طياره، وباش غادي نمشي تما كان خصني نشد ران، المده ديالو تقريبا 45 دقيقه للمركز المدينه السوندر، من بعد خصني نشد المترو، من بعد خصني نشد التران عاوتاني للمحطه الاخرى. ف انا ما عارف والو كيفاش غادي نمشي من مطار حتى لمطار. خونا في الله مشى معايا في التران، مشينا من التران سونتر فيل، مشى معايا في المترو، من المترو من ديك السونتر فيل ديك المحطه التران، صافي ديك الساعه محطه التران قال لي غتشد التران اخر محطه، اصلا داك داك التران مخصص غير للمطار، قال لي اخر محطه غتمشي ليها اول مطار غتنزل هادشي. المهم في المطار ماشي في المطار، في التران ماشي، كنت جالس دا المرايه هكا جالس، ومع تخيل الصيام والسفر وداكشي كامل كنت مهلو، ضربت بنعسه مع مده الرحله كانت 45 دقيقه كما قلت لكم من السونتر للمطار، كان وحدي واحد الجوج هنايا بنت دري ما عرفت واش خوت ولا. المهم انا داتني يعني ناس خوك ضربه بنعسه التران وصل، انا ناس بحال هكا كنش بنان كيحركني، انا باقي كنقول اشنو ديك اللي كانت كتفيقني بقات دايره فيا ديك، وهي ما عرفتني براني، قلت لي بالروسيه راه وصلنا وداك الشيء. انا المهم انا درت هكا فهمت بلي راه وصلنا صافي المحطه، انا قلت لي واش وصلنا للمطار الايروبور، قلت لي بالروسيه، قلت لي دا زعما كتعرفش تهضر بالانجلي، قلت لي دا هي كتعني نعم. هما مشاو بقاو كيضحكي موت، بدا شي واحد خونا كنت ميت. نزلت من التران شي دزت داك الشيء، دوز الباكاج ديالي داز سكاني وداك التخربيق، دخلت لديك البلاصه فين خصني نستنى حدا الكيت ديالي، بقيت كنستنى، طرت وصلت لهنا مع شي جوج الليل وصافي، وصلت تقريبا مع جوج الليل ديال هاد المدينه. دازت لقيت هادوك كيستناوني اللي غيديوني السكن ديالي اللي متابعين الجامعه، مشيت بات داز داكشي هذيك. من بعد نهار اخر خرجوا معايا بداو كيدوروني، بعدا ديت مشيت للجامعه سجلت بلي راه وصلت وداكشي، من بعد دوزت كل الوثائق ديالي درتهم. بعد دوك يجيو عندي داك واحد السيستيم دايره للجامعه، واحد الكلوب هما اي فولونتير متطوعين كيدوروك المدينه كيوروك البلايص، درت شفت هذا مكان. كنتمنى القصه تكون عجبتكم، كاينين بزاف غير انا عطيتكم هذه القصه النهار الاول شنو وقع ليا في اول نهار ديالي فاش كنت جاي، كاينين قصص اخرى وقعوا ليا. اذا عجبتكم هذه القصه بغيت ندير لكم قصص اخرى فكتبوها ليا في الكومنت. الفلوك يكون وصل النهايه ديالو، كنتمنى انه يكون عجبكم وتكون عجبتكم القصه. في الاخير كنقول لكم اذا عجبك الفيديو دير لايك كومنت وبارطاجي مع اصحابك، اذا كنت جيت في القناه اشترك في القناة وسير شوف الفلوقات اللي فاتوا، ونشوفكم في فلوق آخر. السلام عليكم.